ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على صفات رجل برج الجدي. رجل برج الجدي اول حاجة فيه ان هو من الابراج الترابية اللي هي العقلانية، وبيتسم بيه على قد ما هو جد في شغله وجد في حواراته، على قد ما هو بيحب الهزار والفرفشة، بيحب ان هو دايما يكون بيضحك الناس ويتكلم معاهم، ويعني الكلام وكده تحس ان قعدته البني ادم يحبها. لكن هو في اللي هو الهزار، اللي هو الحاجات الهوائية، الانطلاق بقى والكلام ده، لا دي مش قوي. لكن هو ضحكه وهزاره يكون بس في خلال القعدة. بيفضل جدا شغله على اي حاجة تاني. بيحب ان هو يحقق ذاته قوي، ودايما بيطمع ان هو يشوف مكان لنفسه، ويشوف هو قد ايه انسان ناجح والناس تتكلم على نجاحه ده. بيحب جدا ماديا، بمعنى عشان بس الناس، يعني هو مش ماديا او هو شخص مش مادي، لكن هو بيحب يكون محقق نفسه ماديا، بمعنى ان هو بيحب ان اي حاجة تعجبه، اي حاجة عايز يشتريها، اي حاجة، يعني اي حاجة تكون في متناول ايده. بيحب دايما ان هو يكون ماسك سلطة عالية، مش عشان ان هو يبقى تحتيه ناس وان هو يرقص الناس، لا، عشان هو يحس بذاته. دايما عندهم حتة ان انا لازم اكون شخصية قوية، انا لازم اكون انسان قوي، لازم الناس كلها تشوفني حاجة جامدة جدا. هو مش متكبر، يعني مش بيبقى عايز يكون كده عشان يتكبر على الناس، لا، هو بيبقى عايز يكون كده لنفسه. ناس كتير كانت بتقول عليه مصلحنجي، ويمكن فهمتني مرة في فيديو قلت قبل كده ان هو فهمت ان بتاع مصلحته يعني اناني، لا، هو بتاع مصلحته فيما معنى ان هو لو قادر ان هو يساعدك في موضوع اكيد هيساعدك. لو هو انت مثلا شخص بعيد عليه او غريب عنه وحابب ان هو يساعدك، هيساعدك لو هو ليه مصلحة في الموضوع. انت غريب عنه فهو بالتالي مش هيبقى قريب منك قوي. يعني بيساعد جدا الناس القريبين منه، بيحب ان هو يعليهم، ويمكن كمان بيساعد الناس القريبة منه بحيث ان هي هيجي في يوم تسنده. يعني هو عنده دايما فكرة في دماغه اني انا اساعد الناس لان انا ممكن اجي في يوم واحتاجهم، فدي نقطة بالنسبة له حلوة جدا يا جماعة. يعني هو مش وحش في كده. رجل برج الجدي مش من صفاته ولا من طبعه الخيانة. الخيانة دي ممكن يكون لو في حد من برج الجدي خاين، فده بيبقى مبني على التربية او مبني على سلوك شخصي. لكن كصفات رجل برج الجدي ما عندهوش موضوع الخيانة ده، لأن هو بيكره جدا الخيانة، وبالنسبة له بيرفض جدا الموضوع ده، وبيشوفه شكل وحش جدا حتى لو كان رجل زيه هو اللي خاين، فبيشمئز جدا من الرجل ده. يمكن نقطة إخلاصه في عمله دي مسببه له شوية أذى، إن الناس اللي هم في شغل أو مديرين ليه بيستغلوه إن هو يدوله حمل أكتر في الشغل، لأنهم عارفين إن هو هينجز الشغل ده، لأن هو بيحب شغله جدا، وبيحب إن مفيش حاجة تبقى عليه أو الناس تشوف إن هو مهمل في شغله. برج بيحب الحق، بيحب العدل، بمعنى ان هو ما بيقبلش خالص ان يشوف قدامه ظلم، حتى لو الظلم ده ناتج من اهله، هيقول لاهله انتم غلطانين. هو من النوع اللي عنده حتة اللي هو يعني بتاع ربنا، وما بيحبش يظلم حد، بيحس ان هو لو ظلم فهو كده شارك في اسم كبير. من الابراج يا جماعة اللي بجد، يعني رجل برج الجدي محترم جدا. كمان رجل برج الجدي بيحب جدا يكون شيك، بيهتم قوي قوي بلبسه، بيهتم بالريحة بتاعة لبسه، بتاعة نفسه، يعني دايما تلاقوه شكله مهندم جدا، بيحب احلى انواع البرفانات اللي هتفرق جدا مع البنت. يمكن انتم هتفرق، يعني ما بيفكرش ان هي تفرق مع البنت قد ما بيفكر ان هي حلوة ليه، لكن هي بتفرق قوي مع البنات. البنات كتير بتحب رجل برج الجدي، وبتحب ان هي تبقى يعني بان هي تتجوز شخص ده، او ان هي تبقى مرتبطة بالشخص ده. رجل برج الجدي مش من صفاته ولا من طبعه الخيانة. الخيانة دي ممكن يكون لو في حد من برج الجدي خاين، فده بيبقى مبني على التربية او مبني على سلوك شخصي. لكن كصفات
رجل برج الجدي ما عندهوش موضوع الخيانة ده، لأن هو بيكره جدا الخيانة، وبالنسبة له بيرفض جدا الموضوع ده، وبيشوفه شكل وحش جدا حتى لو كان رجل زيه هو اللي خاين، فبيشمئز جدا من الرجل ده. وبرده الرجل برج الجدي مش هيرتبط الا بامرأة تكون جميلة جدا وليها مواصفات خاصة، اللي هي ذكية جدا، لازم تقدر تكسب رجل برج الجدي بشكل قوي جدا، ولازم تكون قوية جدا في عملها او في دراستها، لازم تكون ليها شخصية حلوة جدا، ويكون الناس بتتكلم عليها بشكل ملفت قوي، من حيث جمالها، من حيث عملها، من حيث ثقافتها، من حيث ذكائها، اي حاجة من الحاجات ديت بتلفت انتباه جدا رجل برج الجدي. بيكره جدا الاصحاب الغدارة، او لو حد عارفه لمصلحة او يغدر بيه، او حتى لو كانت حبيبته غدرت بيه، وقتها ممكن الدنيا كلها تسود في عينه، لكن بيقوم من الموضوع ده بسرعة، وبيعرف الشخص اللي قدامه، وبيعلم عليه، وبيبدأ يبص لنفسه من تاني، يعني المواضيع دي مش بيتأثر فيها قوي. هو برج الجدي كرجل بيتحمل الأسية جدا، وبيدوس على نفسه قوي عشان يعدي اي محنة، بحيث انه يوصل نفسه للمكانة اللي هو يرضى بيها. هو برج عملي اكتر من ان هو يكون عاطفي، لكن لما بيجي له وقت العاطفة بيكون عاطفي جدا، مش رومانسي، ما بيحبش الحركات اللي هي الرومانسية والكلام ده، لكن لو لقى منك رومانسية ولقى منك حاجات كتير حلوة، هيبقى هو كمان عاوز يردلك الحاجات الحلوة اللي انت عملتها له دي. بيحب جدا المفاجآت، يعني بيحب جدا تشوفي هو محتاج ايه وتجيبها له، ده من حيث الهدايا اللي هو ممكن تلفت انتباهه. بيحب الهدية اللي هو العملية، بمعنى ان هو محتاج ايه، هو ممكن يكون كلمك على ايه بقاله فترة، فانت فاكرة الحاجة اللي قال عليها وتجيبها له، دي بالنسبة له بتبقى ملفتة جدا وبيقدرها جدا جدا. ما بيحبوش يشوفوا حاجة قدامهم مش مترتبة أو مش نظيفة، بمعنى إن هما لازم كل حاجة تكون على حطة إيديهم هما، ما بيحبوش هما حطوا الحاجة دي كده، فلازم انتوا ما تجوش جنبها، أو لو انتم جيتوا جنبها تحطوها بنفس الشكل وبنفس الترتيب. بيحب دايما تكون الحاجة اللي قدامه ألوان، وكل ده تكون الألوان الهادية البسيطة، ما بيحبش الحاجات اللي هي الفقعة والحاجات اللي هي يعني هيصة بقى أو الكلام ده، لا، بيحب دايما الحاجة الهادية والترتيب والهدوء. ما بيحبش حتى الكمزيكا عالية والحاجات دي. على فكرة بيحبوا، بيجيلهم اوقات وبيحبوا الحاجة العالية، الصوت كمزيكا او الحاجات دي، لكن مش في كل الاوقات، لان ده مش طبعهم هو، بس حاجات كده بتهف عليهم شوية. رجل برج الجدي متواضع جدا، بيحب يتعامل مع الناس بتلقائية شديدة، حتى لو هو كان أعلى منهم مركز أو ماديا، فهو متواضع جدا. في حاجة تانية، هو ممكن تلاقوه بيكلم بنات أو ليه أصحاب بنات كتير، ممكن يكلم دي، بس بالنسبة له بيبقى حاطط حدود، بحيث ان اللي هيختارها ان هي تكون معاه او تكمل معاه بتكون واحدة بس، يوم ما بيلاقيها بيبقى خلاص كل اللي فات ده حاجة تانية خالص. لكن المرأة اللي لازم تكون معاه لازم تكون جذابة جدا، وتقدر تكون ذكية، تقدر تجذبه بشكل رهيب عشان يكمل معاها هي وبس، حتى ما يبصش لأي حد تاني، او ان هو يلتفت بس لحد تاني. رجل برج الجدي فيه كتير بيفكروه ان هو بخيل، لا، هو حريص على الفلوس، حريص ان هو عاوز يوصل نفسه لمكانة معينة زي ما قلت، وان هو عاوز يعني مثلا يعني هو لو قاعد في بيت بيحب ان هو يجدد بيته، بيحب ان هو يجدد من شخصيته، يجدد، فبيبقى شايف ان الفلوس دي لو انا حطيتها في كذا فهيبقى افضل. هو مش بخيل، او هو يعني هو بس حريص ان هو بيصرف على حاجات تانية ليها اولويات. يعني لو اتعاملنا ان الابراج اللي احنا شايفين ان دوت عيب ليها، عيب بالنسبه لها، او احنا بالنسبه لنا دوت عيب منه، لو فكرتوا فيها كويس هتعرفوا ان ده مش عيب، هو ميزه، يمكن هو كمان شايفها ميزه وبيترجمها على مخه ان هي ميزه ليه. فحاولوا ان انتم تتاقلموا على الموضوع دوت، هتلاقوا ان هو اتقلب معاكم من عيب لميزه. تعالوا بقى نتكلم على الابراج اللي بتناسب قوي وبتوافق معاها رجل برج الجدي بطريقه قويه جدا، سواء كان صديق او حبيب. رجل برج الجدي دايما بينجذب وبيتوافق مع ابراج الثور والسرطان وبرج العذراء.
الابراج اللي بتبقى صعب التوافق شويه ومحتاجه جهد كبير جدا من الابراج دي عشان تتعامل مع بعض، برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج الاسد محتاجين جهد كبير عشان يكونوا هما الاثنين متالفين مع بعض، او ان هما او يكونوا متوافقين مع بعض. بس انا بالنسبه لي لو في حب ما بين اتنين هيقدروا ان هما يترجموا نفسهم على صفات بعض ويكونوا قريبين من بعض، حتى يجعلوا بعض شبه بعض يعني في الصفات وفي الاسلوب. انا بالنسبه لي الحب بيصنع معجزات. فاحنا كده خلصنا صفات رجل برج الجدي، وان شاء الله هنكمل على باقي الصفات ونكمل على مواضيع تانية جديدة كتير. تابعوني وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم.